ينضم لنا هاتفيا من اسطنبول المحلل السياسي التركي سيد جواد جوكا. ارحب بك سيد جواد. تحية لك ولمشاهدينا الكرام. اهلا بك. كيف مر هذا اليوم على الاتراك وهم يذهبون للنصب التذكاري لذكرى الانقلاب المزعوم في 15 من يوليو؟ طبعا يعني هنا احتفالات موجودة في بعض المدن بالنسبة إلى هذه القضية في ذكراها. طبعا نحن يعني مع الحكومة في مكافحة جماعات المتطرفين بشكل عام، على الدولة أن تفصل بين الدين والسياسة والأهداف الدينية وأن تواجه الإسلام السياسي بشكل عام. المشكلة الأساسية أولا أنه سابقا كنا نحذر الحكومة التركية بأن لا تتعاون مع هؤلاء الجماعة المتطرفين، لكن الحكومة التركية لم تهتم بأي تحذير من قبل المعارضة التركية، ومع الأسف الشديد صار ما صار من هذه المأساويات وقتل أكثر من 150 شخص وغير ذلك. القضية الأساسية الحكومة التركية لا تهتم بالتحذيرات حول هذه القضية، وإلى الآن اعتقالات موجودة الخصوم السياسية والذين متورطين في هذه القضية. نعم، شكرا جزيلا السيد جواد جوكا المحلل السياسي التركي، كنت معي هاتفيا من اسطنبول.